النهارده واحد من اللاعبين المهمين جدا محمد الفيومي، وقلب نابض في نص الملعب، لعيب اكثر من رائع. محمد الفيومي رقم 31، عنده تسديدات قويه وعنده كنترول على الكره، عنده موهبه وعنده حرفانه. محمد الفيومي الفيوم، عرضية مثالية ولا أحلى من كده كلام. ادي بقى المرور المرة دي وانطلاقة جديدة، انطلاقة يا ولد لعيب على الدوفات بشكل مميز جدا، محاولة للعب الكرة العرضية خطيرة معدية مؤمن. الانطلاقة اللي فاتت وكانت هجمة عنترية كده قادها. انطلاقة على الدوفات محمد الفيومي من الاول بينية وانطلاقة على الاطراف والجهة اليسرى. محمد الفيومي اللي داخل ارض الملعب، اماميه حلوه قوي لكريم اشرف. صح، كره عاليه يمتلكها محمد الفيومي. الفيومي على بامتياز يا ولد لعيب ديكرنس. مرة تانية كورة في الناحية اليمين الأمامية الطولية.
يكون السيطرة لفريد كيرنس. نص الملعب والاستلام من الفيومي، يعمل تغيير لاتجاه اللعب ويطلع الناحية الثانية. محمد الفيومي خلاصة، عاوز يسدد من بعيد محمد الفيومي. We'll be right back.